يعني قبل دقائق من الآن أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزلا لعائلة السماك في منطقة شرق مخيم البريج، وأسفرت هذه الغارة عن وقوع عدد من الإصابات، ووصلت عدة إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة، وأيضا هناك أضرار كبيرة في المنزل المستهدف، وأيضا المنازل المجاورة لهذا المنزل الذي تم استهدافه في المنطقة الشرقية من مخيم البريج. أيضا سبق هذه الغارة قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزل في المخيم الجديد في النصيرات، وهو يعود لعائلة الشامي، ما أسفر أيضا عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وأيضا هناك إصابات أدخلت إلى غرف العمليات في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. لكن ما تزال هناك حازم عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف في منطقة المخيم الجديد، هذا المخيم الذي يتعرض لغارات مستمرة ومتتالية خلال الأيام الماضية، وأسفر ذلك عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وبالتالي هناك دمار كبير في المنزل المستهدف وأيضا المنازل المجاورة لهذا المنزل. أيضا المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف المناطق الشرقية من مدينة من وسط قطاع غزة، وخاصة منطقة شرق دير البلح وشرق البريج وشمال البريج، وأيضا منطقة النصيرات وشمال النصيرات، ومنطقة أيضا الزهراء ومنطقة المغراقة. هذه يعني مناطق تتعرض على الدوام للغارات الجوية وللقصف المدفعي المتواصل على مدار الساعة، ويوقع هذا عدد من الشهداء والجرحى. لكن سيارات الإسعاف هرعت إلى أماكن القصف ولم تعود حتى هذه الساعة سوى بإصابات من المنزل الذي تم استهدافه من منطقة شرق البريج. أيضا يأتي هذا مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية التي ما تزال تحلق في سماء وسط قطاع غزة كباقي محافظات قطاع غزة. هذه الطائرات حازم ترصد كل ما يجول على أرض وسط قطاع غزة، بإمكانها أيضا يعني اغتيال النشطاء الفلسطينيين، وأيضا بإمكانها إعطاء الإشارة للطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف المنازل أو الأماكن التي تود الإغارة عليها. في وسط قطاع غزة المنازل والأماكن مكتظة بالنازحين، هنا أكثر من 1,100,000 نازح ونازحة في في وسط قطاع غزة، وأي غارة إسرائيلية على وسط قطاع غزة ستوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى. الوضع الإنساني والصحي خطير جدا. بعد ساعة من الآن سيتوقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل بعد نفاذ الوقود وتوقف المولد الكهربائي الخاص بهذا المستشفى، وتوقف الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى يعني تفاقم الوضع للمرضى داخل هذا المستشفى. هناك أكثر من 600 مريض غسيل فشل كلوي، هناك أيضا 600 جريح ومريض على أسرة هذا المستشفى، هناك أيضا أقسام العمليات ستتوقف عن العمل، أيضا سيارات الإسعاف ستتوقف عن العمل ولم تتوجه إلى أماكن الغارات لإنقاذ الجرحى وانتشال جثمين الشهداء. نحن أمام ساعات حرجة وخطيرة جدا في ظل انهيار القطاع الصحي بشكل كامل. اليوم يعني مستشفى شهداء الأقصى سينضم إلى باقي مشافي قطاع غزة التي توقفت في شمال قطاع غزة عن العمل، وبالتالي يكون هناك مستشفى وحيد لربما يعمل في جميع محافظات قطاع غزة، وهو مستشفى الكويت التخصصي الذي يعمل في مدينة رفح ويعمل بشكل جزئي ويقدم إسعافات أولية فقط. هناك مستشفى ناصر الذي فقط يقدم الإسعافات الأولية فقط، وتم افتتاحه قبل عدة أسابيع، والذي كان الجيش الإسرائيلي اقتحمه ودمره خلال الشهر الماضي. فالظروف الإنسانية والقطاع الصحي ينهار بشكل تدريجي في جميع محافظات قطاع غزة لخروج المشافي عن الخدمة. هناك مطالبات من قبل وزارة الصحة بضرورة مغادرة آلاف الفلسطينيين إلى العلاج خارج قطاع غزة، وبالتالي أيضا سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح سيفاقم المعاناة وسيؤدي سنركز على هذه القضية وفاة العديد من المرضى خلال الساعات الماضية. نعم أيمن أشكر جزيل الشكر، عذرا للمقاطعة أيمن أبو شنب، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة.